بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. تحدثنا في الفيديو السابق عن الوحدة الثالثة، وهي تعديل السعة، وتطرقنا إلى بعض أنواع التعديل، تعديل السعة اللي هو الاختصار للأمبليتيود مودوليشن اللي هو رمز يرمز له AM. وفي الوحدة الرابعة في هذا الفيديو راح نتحدث عن إزالة تعديل السعة وماذا يحدث في قسم الاستقبال. فأخذنا في الفيديو السابق عن تعديل السعة وبعض أنواع من اللي هو أنواع تعديل السعة، وتحدثنا بشيء من التفصيل عن نوعين اللي هو DSB FC والDSB SC، وهناك نوعان آخران اللي هو SSB.SC و VSB، وهي التي ترسل من قسم الإرسال إلى قسم الاستقبال. أما في هذه الوحدة راح نركز على جهاز الاستقبال، فتمر تلك الموجات بعملية عكسية تسمى الكشف الديتكشن أو إزالة التعديل اللي هو ديمودوليشن. إزالة التعديل المقصود فيه اللي هو عكس عملية التعديل التي حدثت في قسم الإرسال، وذلك لاستخلاص إشارة المعلومات الأساسية من الإشارة المعدة لتم تعديلها وتم إرسالها. ومن خلال هذه الوحدة إن شاء الله راح نتكلم أو نقوم بدراسة أنواع مختلفة لإزالة التعديل، وهي النوعين السابقين اللي تحدثنا عنهم في الوحدة الثالثة. في العنوان المهم اللي هو معاملات جودة الاستقبال اللي تحدد لي جودة والكواليتي للاستقبال الإشارة سواء في AM أو في أنظمة أخرى، فتستعمل من أجل تقييم مدى قدرة جهاز الاستقبال على استخلاص إشارة المعلومات الأساسية بنجاح من الموجة المعدلة، والتي تكون في الغالب من نوع موجات الراديو RF اللي هو راديو، اختصار لكلمة راديو فريكونسي. الانتقائية، يستخدم معامل انتقائية، هذا يعتبر من ضمن معايير الجودة لمعاملات جودة الاستقبال وكذلك الانتقائية، فيستخدم معامل انتقائية أو الاختيارية من أجل قياس مدى قدرة جهاز الاستقبال على قبول وتمرير عرض نطاق محدد من الترددات ورفض بقية الترددات الأخرى الغير مرغوب فيها. مثال ذلك اختيار أو انتقاء تردد قناة راديو باستخدام متحكم القنوات الموجود في الراديو أو الراديو الموجود في السيارة أو في المنازل من بين القنوات متعددة والتي يتم بثها محليا. الشريحة اللي بعدها تتحدث عن تحسين عرض النطاق اللي هو المقصود فيه الباندويث، تحسين عرض النطاق من الأساسيات في أي نظام، وبالتالي هو عبارة عن مقياس لتخفيض من نسبة الضوضاء. الضوضاء اللي هو مقصود فيها النويز، فدائما تتعرض الإشارات في بسبب عملية الإرسال والاستقبال وعدة عوامل تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة التي يمكن الحصول عليها عن طريق تخفيض عرض النطاق الترددي. فدائما عملية تحسين عرض النطاق، دائما نحاول أنه تصغير عرض النطاق بحيث لا نفقد جودة الإشارة. فعندي الباندويث، كل ما زاد حجم الباندويث أو كل ما زاد عرضه، هذا يسبب لي إشكالية بزيادة النويز أو التشويش. فالتصميم الناجح في النظام أني أحاول من تصغير أو التقليل من عرض النطاق قدر الإمكان بحيث لا يؤثر سلبا على الإشارة. فيمكن الحصول عليها عن طريق تخفيض عرض النطاق الترددي، ويمكن التعبير رياضيا عن نسبة تحسين عرض النطاق كخارج قسمة عرض نطاق موجات الراديو BWRF بالهيرتز إلى عرض نطاق الموجة المتوسطة اللي هو BWIF بالهيرتز أيضا. عندي هذه المعادلة اللي هو تعطيني نسبة تحسين عرض النطاق بقسمة عرض النطاق للRF على قسمة عرض نطاق الموجات المتوسطة. نقطة أخرى اللي هو تحسين شكل الضوضاء،
وعملية تحسين عرض النطاق اللي تحدثنا عنها في الشريحة السابقة تؤدي إلى تخفيض في نسبة الضوضاء مما يسمى تحسين شكل الضوضاء، ولكن بوحدة الديسيبل والتي يعطى بالعلاقة التالية. لاحظ أن تحسين شكل الضوضاء هو نفسه عرض النطاق، ولكن هنا بدون وحدة تقسيم عرض النطاق على عرض نطاق، بينما هنا أخذنا اللي هو حولناه بالديسيبل اللي هو بوحدة الديسيبل، فضربناه في اللي هو 10 لوج، وأخذنا اللوج العشري للباندويث اللي هو يمثل المعادلة الخاصة بتحسين عرض النطاق. وهذه ضمن الأنظمة أو الطرق لقياس كفاءة النظام في جميع الأنظمة، سواء AM FM أي نظام، ولقياس اللي هو معدل أو جودة الإشارة. عندي مثال هنا، أوجد تحسين شكل الضوضاء الـ NFI لجهاز استقبال موجة AM، حيث عرض نطاق موجات الراديو يساوي اللي هو 200، هذا المقصود فيه الموجات الأساسية الباندويث الـ RF للراديو اللي هو الراديو فريكوانسي، بينما عرض نطاق الترددات المتوسطة اللي هو عندنا الباندويث للـ IF اللي هو يساوي 10 كيلو هيرتز، وبالتالي نقسم 200 على 10 يدينا 20، وراح ناخذ العشرة اللوج العشري ل 200 على 10، بالتالي طلع معايا النتيجة 13 ديسيبل. فعندي 10 لوج بي دبليو اي يساوي 10 لوج العشري اللي هو عرض النطاق لموجة الراديو على عرض نطاق الترددات المتوسطة، والنتيجة عندي 13 بالديسيبل. عندي تصنيفين لأنظمة الاتصال، عندي الاستقبال المتزامن والغير متزامن. الاستقبال المتزامن يشترط في هذا النوع من الأجهزة أن يكون تردد الموجة الحاملة اللي هو الكارير المدبدب المحلي اللوكال أوسوليتورز، وهذا اللوكال أوسوليتور اللي هو تحدثنا عنه وسوينا تجربة عليه في المعمل، اللي هو أول تجربة اللي هو مذبذب هارتلي ومذبذب كولبتس والكريستال الموجود في أول تجربة في المعمل. في قسم الاستقبال والذي يستعمل في عملية الكشف وإزالة التعديل لاستخلاص إشارة المعلومات الأساسية متزامنا أو متطابق مع تردد المذبذب في المستخدم في قسم الإرسال، أي يساوي له تماما من حيث التردد وزاوية الطور. معناته انه المذبذب على سبيل المثال مذبذب هارت اللي في كان في اكسبيرمنت 1 في التجربة الأولى اللي تم عملها في المعمل في معمل المادة، فهذه المذبذب راح يكون متواجد أو موجود في قسم الاستقبال وكذلك في قسم الإرسال، ويجب أن يكون متطابق من حيث التردد ومن حيث زاوية الطور. معناته أنه يكون بداية الموجة متطابقة في الإرسال والاستقبال، فتستطيع أن لا تفرق ما بين الناتج الموجة اللي هي الحاملة من المذبذب في كلا الطرفين في الإرسال أو في الاستقبال. النوع الآخر اللي هو الاستقبال الغير متزامن، وهنا نستخدم تقنيات أخرى لكشف واستخلاص الإشارة بدون الحاجة لإجراء عملية إزالة التعديل باستخدام مذبذب محلي له نفس تردد ونفس طور المذبذب الذي تم استخدامه في عملية الإرسال، بل في هذا النوع يحتمل ألا تنتج ترددات في المستقبل، ويستعمل الترددات من أجل كشف أنها تكون غير مرتبطة وليس لها أي علاقة مع تردد الموجة الحاملة الموجودة بقسم الإرسال. فنستطيع أن نلخص الاستقبال غير متزامن والمتزامن في نقطتين. النقطة الأولى أن الاستقبال المتزامن كما ذكرنا سابقا يجب أن يكون الأوسوليتور اللي هو المذبذب متطابق في الإرسال والاستقبال. أما في الاستقبال غير متزامن، أنا مثلا صممت نظام واستخدمت مذبذب في هذا النظام طبعا وتم إرسال الإشارة، ففي قسم الاستقبال لا يجب علي أنه يكون عندي نفس المذبذب، بل في طريقة أخرى بحيث أني أستخلص الموجة أو المعلومة من هو الحامل اللي نتجت من المذبذب في قسم
الإرسال، وبالتالي لا يوجد تزامن ما بين الطرفين اللي هو القسم الإرسال وقسم الاستقبال. وهذه الفكرة باختصار للنقطتين. مثال عندي على استقبال غير متزامن هو مثال ونظام تحدثنا عنه في فيديو سابق اللي هو DSP.FC، اللي هو إزالة تعديل النطاق الجانبي المزدوج مع كامل الموجة الحامل اللي هو الفول كارير. فول كارير هو اختصار له الاف سي فول كارير، هو دي اس بي اخذنا قبل اللي هو دبل سايد باند. عادة يتم ازالة التعديل في انظمة تعديل الساعة دون النطاق الجانبي المزدوج مع كامل الموجة الحاملة اللي هو النظام يعتبر من العيم بتقنية الاستقبال الغير متزامن اللي ذكرناه اللي هو كان في الشريحة السابقة. وذلك للاستفادة من قدرة الموجة الحاملة المرسلة في تبسيط الدوائر وبالتالي تقليل تكلفة أجهزة الاستقبال. فكل ما قللت من بعض المكونات أكيد أنه راح أقلل في التكلفة. النوع الآخر أو عفوا تكملة لما سبق، إزالة تعديل النطاق الجانبي لنفس الموجة مع كامل الموجة الحاملة توجد أساليب متعددة لعملية الكشف اللي هو الديتكشن أو إزالة التعديل للـ AM. عندي كاشف التوحيد ثلاث نقاط، منها كاشف التوحيد اللي هو ريكتيفاير ديتكتور، وكاشف قانون التربيع سكوير لو ديتكتور، وكاشف الغلاف اللي هو الانفلوب ديتكتور. بعد هذه الخطوة راح أستطيع أني أزيل أو أقوم بعملية الديتكشن أو الدي مودوليشن اللي هو إزالة التعديل لاستخلاص المعلومة، وعلى سبيل المثال اللي يتكلم عن الراديو اللي هو سماع الصوت واضح. أما النوع الآخر اللي هو الاستقبال المتزامن، كان عندي هنا الاستقبال غير متزامن. النوع الآخر اللي هو الاستقبال المتزامن يعيبه اللي هو أنظمة تعديل الساعة مع حذف الموجة الحاملة يكمن في ضرورة إزالة التعديل عن طريق تقنية الكاشف المتزامن. هذا التصميم المتزامن ليس من السهل تحقيقه عمليا، حيث يحتاج لتوليد نفس الموجة الحاملة التي تم استخدامها عند الإرسال، وهذا فيه مشاكل كما ذكرنا، وهذا مما يعيب هذا النظام. ولو سئلت عن السبب في اللي هو صعوبة هذا النظام، انه لابد اول حاجة زيادة التكلفة، وانه لابد ان اعرف اللي هو ما مقدار التردد وزاوية الطور لي الموجة الحاملة من جهاز الإرسال لكي أستطيع استقبالها على جهاز الاستقبال. يعني إزالة تعديل النطاق الجانبي اللي هو النوع الآخر اللي هو DSP-SC، وهو يعتبر ضمن اللي هو النطاق الاستقبال المتزامن. عندي هنا DSP-FC هذا غير متزامن، أما هذا اللي هو DSP-SC اللي هو مع حذف الموجة فراح يكون موجة الحاملة طبعا، فراح يكون اللي هو الشكل أو البلوك دايجرام الخاص فيه. لاحظ عندي مصدر معلومة معدل اللي هو عملية التعديل، وهنا عملية فك التعديل، لكن الإشكالية عندي مولد الموجة الحاملة، وكذلك نفس الشيء مولد الموجة الحاملة. فالكوساين هذه 2 باي اف سي تي، يجب أن تكون الاف سي هذه مطابقة تماما للاف سي لكي يستطيع استقبال الموجة كما أرسلت، يعني بشكل صحيح دون خسارة أي جزء منها. فالإف سي هنا لا أستطيع أن مثلا إف واحد هنا وإف اثنين، لازم التردد اللي هنا يساوي تماما لهذا التردد.